الأجواء ديال امتحانات البكالوريا كانت أجواء جيدة كالعادة. كان خيرات كامل ديال الأطر التربوية والأطر الإدارية. الثانوية عندها خبرة وعندها تجربة في تنظيم المباريات ومنها بالضبط البكالوريا. كاين جنود خفاء في المؤسسة وكاين جنود العلن وكاين روح الأسرة، هو اللي تيخلي بحال هاد المحطات تدوز بشكل جيد، لأنه ما كاينش أنانية، ما كاينش مصالح ضيقة ديال حتى شي واحد. ملي تتوصل للبكالوريا تيكون خيرات وتتكون تلقائية وتيكون استعداد ديال إنجاح هاد المحطة، لأننا كأساتذة وكآباء وكجمعية الآباء أيضا واعين بأنه هاد المحطة راها تتحسم المستقبل ديال التلاميذ ديالنا وديال الشباب ديالنا. وبالمناسبة بالنسبة للاستعدادات، راه على المستوى ديال جمعية الآباء نظمت مجموعة ديال الدروس ديال الدعم والتقوية داخل المؤسسة، كان تواصل مع مجموعة ديال الأطر التربوية، وفي النهاية استخدمنا واحد الكوتش متخصص في التنمية الذاتية في المهارات الذاتية. وجد الدراري دار لهم ورشة مفيدة جدا على الاستعداد الذهني، الاستعداد المعرفي، الاستعداد النفسي، ومن طبيعة الحال لابد غادي يكون عندها الآثار ديالها. بالنسبة للأجواء ديال الامتحانات والمواد اللي دوزوا الدراري مادة بمادة، الأجواء جيدة جدا صراحة. يعني احنا ما تنجاملوش المؤسسة ديالنا ولا تنجاملوا، هذا الشيء يشهد به الزائرون، تشهد به اللجان اللي تجي للمؤسسة، يعني اللجان المختصة تيشوفوا التنظيم جيد. الامتحان داز بسلاسة، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى يعني شي سوء فهم، شي عدم انضباط، شي كل شيء داز بشكل جيد. التلاميذ اشتغلوا بانضباط، بانضباط كبير. كاين تحسن كبير على المستوى ديال الأداء ديال التلامذ، وعلى يعني نقول الانضباط ديالهم داخل القاعة. والحمد لله يعني الأشياء الأجواء غادية في تحسن. بارك الله فيك. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.